هو صوت وطني بكل تأكيد، تتفق أو تختلف مع ما يطرحه، ولكن لديه منطقه ولديه رؤيته التي يحترمها الكثيرون. خلال فترة تواجده في البرلمان كان صوتا عاقلا موضوعيا، كثيرا ما تعرض لأوضاع واقتصادية وطرح رؤى متعددة كان القاسم المشترك بينها هو مصلحة هذا الوطن والنمو الاقتصادي ومواجهة كل العوامل التي تعرقل الاستثمار وتعرقل أيضا وجود دور مهم للقطاع الخاص في عملية التنمية. إنه الخبير الاقتصادي عضو مجلس النواب السابق الدكتور محمد فؤاد. دكتور محمد أهلا وسهلا بك وحشتنا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني فرصة سعيدة أن احنا يعني نشوفك ونتكلم معاك. واسمح لي يعني من البداية أسألك عن آخر المشاهد. الآن النهاردة طلع رئيس الوزراء يتحدث عن الصفقة الأخيرة، الصفقة الاستثمارية الأخيرة في رأس الحكمة، وقال إنه دخلت 5 مليار وبكرة 5 مليار وبعد كده 5 مليار 15 مليار، وقال إن احنا حننسى في صرفنا وعملنا إنه في عندنا دولارات وحنبتدي عملية الترشيد في الإنفاق والإجراءات المعنية، وإن هذه الأموال ستخصص لشغل إنتاجي وشغل يفيد الوطن. كيف ترى الصورة الآن؟ طبعا الكلام ده كلام طيب جدا، لان خلينا نقول ان الحجم اللي جاي من هذه الصفقه كالدفعه الاولانيه اللي هي ال 24 مليار ده رقم كبير بالنسبه للناتج المحلي ورقم كبير بالنسبه للودائع الدولاريه اللي موجوده في مصر كلها. يعني الودائع الدولاريه الموجوده في مصر كلها في البنوك 50 مليار دولار، منها 13 قصير الاجل و37 لامد، والبنك المركزي معاه 35. فالرقم ده يمثل 28% من اجمالي اللي موجود. فرقم كبير طبعا، غير فكره العشره اللي هتحصل بطريقه مبادله الديون. الكلام ده كلام طيب لو ابتدينا نبص على كيفيه استخدامه بشكل عملي لتحقيق حاجتين. الحاجه الاولانيه هي فك ازمه السيوله الدولاريه، وهي كانت المشكله الاساسيه او العرض الاساسي للمرض الاقتصادي، وهي ما يتعلق بفكره السيوله الدولاريه. فالسيوله الدولاريه ديت هناك تشوهات في السوق، وفكرة المضاربات على سعر العملة سببها الأساسي وجود العديد من المتأخرات زي متأخرات الجمارك، متأخرات شركة البترول، متأخرات الأرباح. فطول ما دي موجودة والدولار ما بيواجههاش بتنشأ دائما فكرة السوق الموازي، وتنسحب جهود الدولة وجهود الدنيا كلها في جزء السوق الموازي. فدي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للتضخم، التضخم مربوط بأكثر من شيء. جزء من التضخم مربوط بفكرة عدم توافر السلع بالأساس، فهو تضخم من جانب العرض نتيجة شح لبعض السلع. ثم أيضا هناك التضخم اللي بيحصل على مستوى الاقتصاد الكلي نتيجة وفرة المعروض النقدي بالجنيه المصري. الحتة دي محتاجين نقف عندها كويس قوي، لأن الجزئية اللي تحدث عنها السيد رئيس الوزراء إن تمت بالشكل الفني اللازم هتعمل فرق كبير جدا جدا في مستوى الأسعار. لو بصينا مثلا على فكرة البنك المركزي وعلاقته بالحكومة، البنك المركزي بيقدر يقرض الحكومة من خلال إصدار السندات نيابة عن وزارة المالية اللي بتمثل تقريبا 49% من إجمالي الموازنة العامة، هي ممولة ب 49% من السندات، والتي تمولها البنوك من الفلوس اللي موجودة في البنوك. لكن البنك المركزي سلطة أخرى وهي سلطة إنشاء النقد. فهناك في تقرير البنك المركزي ما يعرف بالمدفوعات المركزي للحكومة. مدفوعات المركزي للحكومة في آخر تقرير في شهر أكتوبر كانت تقريبا 1,900,000,000,000 جنيه. ودي مدفوعات على الهوى. هو وقانون البنك المركزي في مادته 46 بيقول إن إحنا عندنا ألا يتجاوز إقراض المركزي المباشر للحكومة 10% من متوسط الإيراد السيادي في 3 سنين. فهم كده معديين قوي في هذا الإقراض المباشر. فإذا تم استخدام هذه الدولارات اللي هي المفترض الأيلولة بتاعتها لهيئة المجتمعات العمرانية، هي معها 24 مليار هتودعهم في البنك المركزي تنتظر منه البديل بالمصري. لا، مفيش بديل. فهنا ممكن نتحقق كلمة رئيس الوزراء بشكل فني بحت، إن هم لا ياخدوا قصادها بديل مصري، لا يقفلوا السيولة المقفولة قدامها ينخفض المعروض النقدي بالجنيه المصري فيعمل حالة تريح شوية في السوق.
دكتور، هل نستطيع، لأن أمان الناس الحقيقة أنه بكرة حينخفض الدولار وبكرة حيبقى عندنا سعر موحد ما بين السوق الرسمية والسوق الموازي، هل نستطيع بالفعل إذا ما وضعنا أموال مخصصة، أموال حرة لمحافظ البنك المركزي، أنه يضخ في السوق كلما كانت هناك حاجة لمزيد من موضوع القضاء على السوق السوداء، هل نقدر نعملها؟ طيب، الفكرة أن زي ما سعر الصرف عرض، السوق السوداء عرض لهذا العرض، لأن السوق السوداء موجودة. طبعا ناس كتير بتعود تقول المضاربات وما إلى خلافه، كلام ده كلام سليم، لكن التقدير الفني أن هذه المضاربات تتعدى 10-15%. لكن الأساس في الموضوع هي فكرة الطلب المحجم. فالطلب المحجم ده له أرقام عندنا طبقا للبيانات الرسمية للحكومة، بتقول أن في 7 مليار سلع متأخرة. حتى تم الإعلان من حوالي 4 أو 5 أيام، من السيد رئيس الوزراء قال أن 1.3 مليار من الأغذية الأعلاف والأدوية سيتم الإفراج عنها. ده يهدي شوية الجزئية الخاصة بجانب العرض أو المعروض السلعي. الجزئية الثانية بقى باستخدام هذه الأموال، استخدام هذه الأموال يجب أن يلبي هذا الطلب على 7 مليار الموجودين، اللي أنا في تقديرهم 14 من 7، لأن الرقم نفسه حتى اللي اتقال من الأدوية بس لو نسبناه لنسبة الإجمالي يبقى احنا كلام بنتكلم عن متأخرات حوالي 14. ثم 7 اللي هم يخصوا شركات البترول، أو 5 و6 اللي يخصوا الآخرين. طبعا الموضوع ما بيمشيش كده، اللي بتصحى الصبح جالك 24 تدفعهم كلهم. في حاجات تقدر تعملها بشكل سريع، وفي أمور أخرى يتم جدولتها، يعني زي شركات البترول. الموضوع ده حصل معنا في 2008، حصل معنا في 2011، حصل معنا في 2015، وتم الجلوس معهم وجدولة هذا الأمر. فهو مش 7 مليار هيطلعوا مرة واحدة، لكن على الأقل يكون في جدول. نفس الشيء بالنسبة للسلع، يتم التعامل معها مع إحداث نوع من أنواع التحريك. أنا في نظري أن ده لازم يحدث، هيحدث نوع من أنواع التحريك، ولن يكون مضرا بالشكل العام بالنسبة للسلع. بالعكس، هو ممكن يسبب حالة من الثبات للسوق إذا حدث هذا التحريك. وإلا لو استخدمنا هذه السيولة عشان نحاول نقفل بيها الطلب مرة واحدة، هتكون هناك مشكلة. طيب دكتور، يعني الحقيقة يعني دائما أو كثير من المصريين بيقولوا الحاجة اللي بترتفع في الأسعار ما بتنزلش تاني. تعال أول نشوف تقرير عن رأي الناس في الأسعار، ثم نعود مرة أخرى. الموضوع بدا يهدى شويه وفي نزول في الاسعار، فعلا ده حقيقي. يعني يتراوح من 10 ل 20 جنيه في سعر الكيلو، وبدا يبقى في سحب عن الاول شويه. سعر 21 كان وصل 4200 جنيه، النهارده وصل 3100 جنيه، وبرده كان انخفاض كبير جدا في اسعار الذهب. اللي نزل ممكن هم اللي بيتكلموا عنه حاجات غير الخضار والفاكهه، بس كخضار وفاكهه او كمواد غذائيه عموما ما فيش حاجه نزلت. احنا الاول كنا بنبيع البلطي 60 50، حلو، كان بياخد الناس بتشتري. دلوقتي البلطي اقل بلطي ب 80 وب 85. طيب الزبون اللي كان بياخد ب 3 4 كيلو بقى يجي ياخد 3 سمكتين. احنا كمان حمل هبط. هنزل ابص للخضار ولا ابص للفاكهه؟ انا اللي هينفع البيت عندي الفاكهه؟ لا الخضار طبعا. علبه كرتونه البيت ب 150 جنيه، حرام ولا حلال؟ ايه اللي موجود رخيص؟ البنين النهارده عاملين عليه عرض عشان برضو الدنيا تمشي شويه، 205. البط البلد النهارده ب 170 جنيه. الاسعار قول يا رب، اللي واخد رزه بياخده. واحنا متعشمين في ربنا برضه ان هي تنزل تاني، يعني حتى لو وصلت 400 هيبقى حاجه جميله خالص. مع ان برضه هو 400 برضه كتير، هو 400 بالنسبه للمواطن على كيلو لحمه البقري غالي، مش رخيص. في الاخبار بنلاقي ان الفراخ نزلت، بنروح نسال عند بتاع الفراخ بنلاقي الاسعار غيرها خالص. وبرضه نفس الحاجات في الخضار. هي بالنسبه للاسعار اللي هي اللي بتطلع وتنزل دي في سوبر ماركت ما فيش نزول، طلوع بس. دكتور، الناس يعني عندها قناعه ان الاسعار مش هتنزل تاني حتى لو اتحلت مشكله الدولار. في اعتقادك كيف يمكن بالفعل دحض هذه الفكره؟ طيب الفكره الاساسيه هنا بتتحدث عن
كيف يدبر السوق العملة الآن؟ احنا بنتكلم على ان مصر بلد مستوردة بالأساس. يعني مصر في الظروف الطبيعية ممكن يوصل نسبة الواردات فيها لتسعين مليار قصاد صادرات سلعية بحد أقصى 37 مليار. فالفجوة ديت بتسبب طلب كبير جدا على سعر الصرف. طيب احنا عندنا سعر صرف انا بسميه سعر صرف البترينة، يعني تقريبا من شهر 8 او 9 قليل جدا من الواردات قدرت ان هي تخش على سعر ال 31 ده. فالناس بقت بتتصرف بقى مع نفسها يعني. لان زي ما شفنا عندنا تحويلات المصريين في الخارج الطبيعي بتاعها حوالي 31.5 مليار. لما تنزل ل 22 مليار العشرة دول هم اللي بيتم تداولهم علشان الناس تقفل بيهم عدم قدرتهم على الحصول على السلع. فإحنا بنتكلم على دولار ب 60 وب 70 بالذات في الفترة من يناير إلى فبراير. يعني الطفرة في الأسعار كانت عالية جدا لأن سعر الصرف اختل بشكل كبير. طيب اللي بيحدث هنا أمر، الأمر هو إذا استطاع الصانع والتاجر الحصول على الدولار من خلال البنك وليس من خلال السوق السوداء بسعر هو في الأغلب هيكون أقل من ما تم تداوله في السوق، لأن قلت على الأقل في 10 أو 15% فرق. في التسعير كمان معظم الشركات بتحط ما يعرف به النسبة التحوطية، لأن هو مش عارف، فالناس بتحط نسبة تحوطية من 10 لـ 15%. يعني هو مثلا الدولار جايبه بـ60 بيسعره بـ70 ويحط عليه 10% ويحط عليها مش ربحه كمان. فأقل شيء إن الناس هتبتدي تقلل من هذه النسب التحوطية. يمكن مثلا اتفرجنا امبارح كان مثلا بعض شركات الحديد ابتدت تعلن على فكرة إن احنا هنبتدي نقلل في الأسعار. فأن يحدث هناك تراجع ولو طفيف، ثم الأهم من ذلك أن يحدث ثبات على المدى الطويل، إن أنا يبقى عندي سعر صرف ثابت، إن الناس بتقدر تعمل عملية تنفيذ حقيقية من خلال البنك، ساعتها نقدر نحجم بشكل كبير جدا فكرة التضخم وفكرة الأسعار. طيب حضرتك اتكلمت أكثر مرة وكتبت مقال بعنوان يوم الحساب، اتكلمت فيه عن الأداء الاقتصادي، واتكلمت فيه عن ضرورة سعادة وحدة الموازنة العامة، عن ضرورة توفير يعني استقلالية للبنك المركزي في قراراته، عن دعم التحول التشغيلي. كل هذه الأمور كيف تراها الآن؟ خلينا نقول إن مصر بتتعرض لدورات اقتصادية متكررة. يعني ساعة لما حدثت الأزمة في بدايتها العديد من الناس، يا ريت في جدول بعد إذنك في جدول يا ريت تنزلوه لنا يا جماعة، مفيش مشكلة. نعم. العديد من تعالى كمان نرجع بالظبط حدود المدى الطويل. نخليها نتكلم فيها حالا. الأزمة الأساسية اللي دايما بتقع علينا دايما في بداية الأزمة كانت العديد من الناس يقول لي طبعا مع الاحترام لكافة الدول الموجودة يقول لك لا مصر هتبقى لبنان. هناك صعوبة شديدة جدا للوصول لسيناريوهات يوم القيامة اللي بالشكل ده. ده احنا هنبقى الأرجنتين. ده مش احنا عندنا مشكلة متكررة. ان مصر بتكرر نفس الموضوع على مدى العصور. خليني أقرأ لحضرتك حاجة لطيفة وحاول تقول لي دي جاي من فين. يقول الكاتب: تعرض الاقتصاد المصري لصدمة عنيفة أظهرت بجلاء جوانب الضعف في بنيان الاقتصاد المصري برمته، وألقت مزيدا من الضوء على أخطاء تراكمت خلال أكثر من عقد كامل، وكأن مصر قد طولبت فجأة بأن تسدد حسابا دأبت على تأجيله عاما بعد عام. ولقد وصفنا هذا التوجه العام نحو تركيز الحكومة على الاستثمارات في مشروعات المرافق بالاعتماد على القروض الأجنبية بأنه كان أسهل الحلول في المدى القصير، لأنه كان في الواقع يعفي الحكومة من الأعباء السياسية التي يفرضها عليها الحل البديل. الكلام ده تحسه كتب امتى؟ امتى؟ 86. 86 نفس السيناريو شغال، نفس السيناريو متكرر. فاحنا عندنا دورة اقتصادية باتت شبه معروفة، بقينا بنكرر نفس السيناريو. نبتدي نعمل عملية انفاق توسعي تنموي جيد ومحمود، ثم يبتدي يحصل عملية تضخم في الدين، ثم لأن احنا عندنا عجز بالأساس في الميزان التجاري ما نقدرش نتحمل هذا الموضوع، ينفلت سعر الصرف، يتم طباعة النقد، يحدث التضخم، ثم تأتي الحلول. فهذه الدورة يجب أن تنكسر.
هذه الدورة يجب أن تنكسر. فلو كلمنا عن انكسار الدورة دي نبص مع بعض على حلول المدى الطويل اللي هي كانت موجودة على الشاشة من شوية نبتدي نتكلم فيها. طيب أول حاجة إن هي محتاجة نتكلم في فكرة تهدئة وتيرة الإنفاق العام. يمكن أمر طيب أن تحدث السيد رئيس الوزراء على أن احنا هنقلل 15% من الموازنة الاستثمارية للحكومة اللي هي حوالي 580، فاحنا نتكلم في حوالي 70 مليار جنيه تقريبا. طيب دي بداية طيبة. تاخدنا للنقطة الثانية وهي وحدة الموازنة. تحدث السيد وزير المالية في العديد من اللقاءات العامة أن الموازنة العامة لا تمثل أكثر من 20% من حجم الموازنات الموجودة. ما ده أمر لا يستقيم. ما علشان نقدر نتحدث عن فكرة ترشيد الإنفاق العام بموازنة هي 20% نطلع كل شوية أن فيها فائض أولي فائض أولي فائض أولي، يجب أن تكون هناك وحدة للموازنة لكي تكون تحت سمع وبصر البرلمان مثلا، أن يتم مناقشة هذا الإيراد بشكل يعني بشكل فيه أكثر من نظرة فاحصة. بس هو صرح أن هيئات اقتصادية تدمج ضمن الموازنة العامة. طبعا وده أمر طيب جدا. بس محتاج الموضوع ده يبتدي يتبص عليه بحيث أن فكرة الإنفاق العام نفسه يجب أن يهدأ إلى حد كبير. خليني هنا أفصل ما بين حاجتين، ما بين فكرة أن هناك أثر تمويل للإنفاق العام ده أمر طبيعي، لكن هي الفكرة القدرة على الاستدامة. زي اللي الناس قريته بالمناسبة اللي أنا قريده ده الدكتور جلال أمين، قصة الاقتصاد المصري. فلو قرينا حتى كتاب الدكتور جلال أمين هذه الدورة هي دورة مستمرة وليست مستحدثة. إلى متى؟ إلى متى؟ يعني هل آن الأوان أن احنا نبتدي ننظر إلى الموضوع؟ أنا أعلم جيدا أن هناك إنفاق تمويلي، هذا الإنفاق التمويلي الغرض منه التقدم، إعطاء فرص جيدة، لكن لا يمكن أن تكون الحكومة هي المشغل الأوحد. وده أمر يجب أن نتحدث عنه باستفاضة، أن ده محتاج تغيير على المدى الطويل. يعني اتكلمنا على حلول المدى القصير أن احنا عايزين نبتدي نتعامل مع سعر صرف مرن، ابتدينا نتكلم على فكرة أن احنا محتاجين نسحب السيولة النقدية اللي موجودة به الجنيه المصري ديت فيقدر ينتظم سعر الصرف وينتظم التضخم، تفريغ ضغط المتأخرات الدولارية اللي هي موجودة في المواني، فلوس شركات البترول ما خلافه، ده يقدر يحل الوضع على المدى القصير. لكن الأزمة لم تنتهي، ستنتهي مرحليا، لكن هناك العديد من الخطوات التي يجب النظر إليها على المدى الطويل. طيب ده يخليني أتكلم على تأثير سيولة الجنيه المصري في معدلات التضخم. كيف تراه؟ التأثير تأثير كبير جدا. يمكن هنا أنا حاطط هذه الدراسة، يعني هنا عندنا خطين، خط بيمثل المعروض النقدي وخط بيمثل مؤشر التضخم. فكل ما بيعلى المعروض النقدي كل ما بيعلى التضخم، يعني ده أمر يعني أمر منتهي. فالبنك المركزي زي ما كان قال الدكتور محمود محي الدين في مداخلة كانت جيدة جدا في المؤتمر الاقتصادي في 2022 عندما تحدث أن في الدول النامية ومنها مصر السياسة النقدية اللي هي سياسة البنك المركزي مشتقة بالأساس من السياسات المالية. فإذا انفلتت السياسة المالية أصبح مستحيل على البنك المركزي أن يستخدم أدواته، لأنه أصبح يعني منجر لفكرة أنه هو ما يقدرش يقرب لسعر الفايدة علشان ما يعليش على المستدين الأكبر، ما يقدرش يتحرك بسعر الصرف عشان ما يعليش على المستدين الأكبر. والمستدين الأكبر لما يعوز يعمل توسعات زي ما تكلمنا على 2.5 هم 1.9 تريليون في تقرير أكتوبر، لكن أتوقع أنه 2.5 تريليون بيديهم برضو للمستدين الأكبر. فينسحب المركزي من المشهد تماما ويصبح معطلا، وبالذات إذا كان في الوضع اللي قبل الصفقة بتاعت رأس الحكمة قاعد بدون أدوات. بالذات بعد ما حدث في مارس 2022 دي كانت بداية الأزمة السيولة الحقيقية الحقيقة. لما خرجت كل الأموال مرة واحدة دون أن يحدث أي تحريك، يعني فضل كبير أن صمدت البلد إلى هذا إلى هذه اللحظة الحقيقة، يعني لأن المشهد كان مشهد أكثر من سيء في في صيف 2022. مشهد كان فعلا مشهد مختلف، لكن إن احنا نكون في لحظة تسمح لنا زي ما تحدث السيد رئيس الوزراء من تصحيح المسار، ده أمر جيد. دكتور، احنا بنتكلم كثير من رجال الأعمال يشتكون من أنهم لا يجدون الفرصة المناسبة وأنهم غير قادرين على المنافسة،
أنا عايزك تكلمني عن دور القطاع الخاص المأمول في الفترة المقبلة، خصوصا وإن رئيس الحكومة قال إن احنا هندي القطاع الخاص فرصته، وقال إن في كثير من الجهات السيادية يعني ستخرج من العملية الاقتصادية. هو طبعا الأمر ده أمر يعني أصبح فرض عين، إن هو يجب، وده من ضمن حلول المدى الطويل اللي احنا بنقترحها دائما، إن هو يجب أن تتخرج الدولة بشكل فعلي. هي النية موجودة والكلام مكتوب. حتى كنت أمس وفي هذا الأسبوع في خلال الحوار الوطني هذا الكلام يدور ويتم التحدث عنه بشفافية، تخرج الدولة تخرج الدولة تخرج الدولة. لكن ما هي آلية تخرج الدولة؟ لأن الشواهد بتقول إن احنا بندي إشارات مختلفة. يعني مثلا ناخد مثال فكرة الصفقة الخاصة بالشركة الشرقية للدخان. فكانت هناك حصيلة من هذه الصفقة، حصيلة جيدة حوالي 550 مليون دولار. بعدها بحوالي أسبوع كان هناك تصريح عن مسؤول حكومي لأحد الـ يعني وكالات الأنباء العالمية أنه سيتم استخدام هذا الـ يعني أو هذه الحصيلة في الاستثمار في الأسمدة. اللي احنا لسه متخرجين منها من حوالي سنة، من 2022 لما الحكومة باعت حصتها بتاعت مكو. فإحنا بندي رسائل مختلفة. لما نيجي نبص على الطرح الخاص بشركة وطنية اللي هو بيتم التخرج منها، مين الشركات اللي هي عارضة ان هي تستحوذ عليها؟ عندنا أدنوك الإماراتية اللي هي قالت ان هي ستكون خارج هذا الموضوع، إينوك الإماراتية، شركة شيل العالمية معها مستثمر سعودي، ثم شركة طاقة عربية اللي المالك الأصلي لمجموعة محطات وطنية بيمتلك فيها 20% برضو. فيعني هذه الرسائل ليست رسائل تستوي مع فكرة خروج الدولة بشكل مباشر. الكلام مكتوب كويس، وثيقة ملكية الدولة مكتوبة كويس، لكن تصرفات زي ان احنا هنبيع الاسمده بعد كده نشتريها تاني، ده لا يتفق لا مع المنطق ولا مع المكتوب. يعني انا يعني مثلا مش حتى بقيس التصرفات على افتراضاتي الشخصيه، لكن وثيقه ملكيه الدوله بتختلف مع ذلك. ولذلك انحصر دور القطاع الخاص، يعني طبقا لاحد المسؤولين يعني بتحدث ان قد يكون القطاع الخاص يمثل ربع الاقتصاد في هذه اللحظة. وده أمر صعب، لأن معنى ذلك أن الحكومة بتتحمل وحدها كل هذه الأعباء. ثم أيضا يكون هناك مزاحمة اقتصادية ومزاحمة على التمويل، وده أمر محتاج أن احنا نبتدي نتحرر منه بشكل كبير. ناخد فصل ثم نعود مرة أخرى للحوار مع الدكتور محمد فؤاد بعد الفصل. دكتور محمد فؤاد، دكتور محمد يعني في
في الوقت الذي طالب فيه البعض، وأقصد مثلا وزير قطاع الأعمال السابق، بضرورة التخلص من القطاع العام لأنه أساس الخراب كما يقول، يخرج صندوق النقد مطالبا بالتمهل في بيع شركات قطاع الأعمال العام، كيف ترى ذلك؟ هو أنا شايف أن هي فيها طبعا فرصة ممتازة. ليه؟ لأن اللي اتكلم فيه صندوق النقد كان بيتكلم أن في الوقت الحالي فكرة التقييم نفسها يبقى فيها صعوبة، لأن عندنا سيولة في سعر الصرف، فالمشتري الأجنبي لما بيجي ممكن يبخس الموضوع حقه، فده من ولا سيما ان الحصيله المتوقعه اللي هي الدوله مثلا متوقعه انها تبيع ب 2 ل 3 مليار في الوقت الحالي، بالنسبه لي السيوله المتوقعه من صفقات وانشطه اخرى هتبقى مش نسبه كبيره، فدي من ناحيه السنه دي دخل ارباح 15 مليار جنيه بالظبط. لكن فدي الجزئيه من ناحيه البيع، او ده من منظور صندوق النقد. يتصادف ده برضو مع ما يحدث في قطاع الأعمال في الوقت الحالي. يمكن أنا من حوالي أسبوع، يعني أنا سعيد أن حد تكلم في القصة ديت، لأن أنا من حوالي أسبوع كنت كتبت عن ما يحدث الآن في قطاع الأعمال بالذات مع وجود الدكتور محمود عصمت، وده بيختلف كتير جدا عن ما حدث أيام الدكتور هشام توفيق. أنا الدكتور هشام توفيق كان بينظر لقطاع الأعمال من وجهة نظر مالية بحتة، مين خسران مين كسبان، يمكن حتى اشتغلنا مع بعض على قانون قطاع الأعمال ساعتها. لكن هو وكل الذي سبقوا كانوا بيتحدثوا على قطاع الأعمال كأن احنا بنتعامل في شركات بورصة هنبيعه بكام وكده، لكن لم يبحث أحد أبدا عن فكرة تعظيم الفائدة وتعظيم الاستفادة. فالحقيقة ودي شهادة حق يعني في الدكتور محمود عصمت، على الأرض في العديد من الأمور ما يحدث، مثلا في المصرية للسبائك الحديدية اللي هي بتصدر بكمية كبيرة، ابتدى يدخل في مصنع كيمة اللي هو يعني كان متداعي إلى فترة طويلة، بالذات في يعني بخلاف الكيماويات في الجزء الخاص بالسبائك الحديدية والفيريسيليكون، بيطور فيه فرن جديد، شركة سينا للمنجنيز، فده كله من شأنه تعظيم القيمة. ففكرة هذه التأخير وفكرة أن الصندوق نفسه بيتحدث عن أن ربما ليس هو الوقت المناسب للمضي قدما في هذا الموضوع، بيعطي فرصة أن قطاع الأعمال يعطي منتجا حقيقيا، لان البلد تتخرج طبعا، بس مش هنرمي الحاجه في الارض. فان يكون هناك في قطاع الاعمال من يحاول ان يعلي في القيمه بحيث ان حتى نترك للمستثمرين حاجه بالفعل لها قيمه تستطيع ان تستفيد الدوله من عوائدها، ده امر طبعا محمود تمام، ويمكن دي المره الاولى اللي يعني ياتي لقطاع الاعمال من يبحث عن التشغيل والصناعه وليس عن مجرد التخارج علشان ايه يعني نرمي وناخد مكانه اي عائد. دكتور، طرحت الحكومه استراتيجيه اقتصاديه بدءا من 2024 الى 2030، وطرحت فيها معدلات نمو تصل الى نسب عاليه حوالي 8% وتشغيل بطاله وغير ذلك، والوصول الى نسب عاليه من التصدير. كيف رأيت هذه الاستراتيجية؟ هل بالفعل من الممكن تحقيقها؟ ما هي آليات تحقيقها؟ ما هي القواعد الأساسية التي يجب أن تنطلق منها لتحقيق هذه الاستراتيجية؟ كلام محترم جدا. أنا أعتقد أن هو ما تتحدث عنه حضرتك هو فكرة ما تم طرحه من رؤية مصر الاقتصادية، ده اللي تم مؤخرا. رؤية مصر 2030 هناك فيها بعض من الإشكاليات. الإشكالية الأساسية أن الرؤية والأرقام في حد ذاتها أمر محمود، يعني يقول لك مثلا والله إن إحنا عايزين بحلول 2030 إننا يبقى تعميق الصناعة أو نسبة الصناعة من الناتج المحلي توصل ل 20%، دي كلها أهداف كويسة، لكن هذه الأهداف يجب أن تكون مشفوعة بإصلاحات هيكلية حقيقية. وكان هناك في الفترة من 2018 لحد 2020 كانت جزء شغال في وزارة التخطيط ما عرف به خطة الإصلاح الهيكلية، خدت هذا الموضوع قطاعيا. هذا الأمر رأيته كنت متفائل به جدا، لكنه لم يرى النور. المشكلة الأساسية للرد على سؤال حضرتك إن إحنا بنطفي حرايق تقريبا بقالنا 3 سنين، فأعتقد ابتدينا يبقى عندنا عجز في الدولار، ابتدت كل الموارد الدولة وعقول الدولة بتجري وراء ان احنا ازاي هندبر دولار ونقفل السوق السوداء، فاعتقد ان الرؤية المستقبلية في لحظة من اللحظات قد انطفأت. فان الاوان
دلوقتي لو احنا بنتحدث عن ان هناك تفاؤل حذر لما يحدث، لا يستطيع احد ان ينكر ان لدينا على مستوى السيولة ما يمكن ان يجعلنا نجلس ونفكر. يعني ما فيش اسد بيجري ورانا، يعني لان في فترة الست اشهر الاخرانية كانت بالفعل الدولة شغلها الشاغل طبقا للتدفقات النقدية ان لا تتعثر في سداد ديونها. عندنا اقساط شديدة، فكانت كان الفكر ان انا ازاي اقدر ادفع الاقساط اللي عليا. ففي اللحظة دي اصبح هذا الامر اللي انا كنت اراه ان هو لن يكون امرا واقعيا ان تتعثر مصر عن سداد ديونها، ده اصبح امر مقطوع به. يفضل الامر الاخر ان انا ازاي استخدم الموارد الموجوده ان انا احسن الناس تحس بتحسن في المعيشه، ثم متخذ القرار وصناع القرار يبصوا على الرؤيه دي وازاي تمشي على الارض في التنفيذ، كيف ادعم دور القطاع الخاص وان تتخارج الدوله بكافه مؤسساتها فعليا من الاقتصاد، وكيف يتم النظر لهذا الامر، وكيف يتم صياغه تشريعات من شأنها تسهيل الأمر على المستثمرين وإتاحة الفرص الاستثمارية. الموتور طفى بقاله حوالي سنتين تقريبا من فكرة النظرة المستقبلية، لأن في صعوبة أنك تبتدي تسوق المستقبل والعملية ضبابية. يعني فأنا بشوف في الجزئية بتاعت رأس الحكمة وما حدث من صفقات أنها فرصة لالتقاط الأنفاس علشان نعيد هذه الحسابات. المالية العامة تهدى شوية، الانفاق التوسعي يهدأ قليلا، يستقل المركزي بقراره بشكل سليم، وأن تقوم الدولة تفتح استراتيجية 2030 تزيل عنها الأتربة، نبتدي نشوف الناس اللي كانت شغالة دي وحطت رؤى في كل القطاعات إزاي نقدر نشتغل عليها، وأن الدولة تشتغل منظم وليست مشغل، ليس للدولة دور ان هي تحرك العملية الاقتصادية، هي تنظمها فقط. وتبتدي تتابع هذه المؤشرات لعل نقدر الدورة المحمومة اللي اتكلم عليها الدكتور جلال أمين دي ان هي نقدر نكسرها في يوم من الايام. طيب، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب اكثر من مرة بضرورة زيادة الصادرات الى 100 مليار دولار. رغم كل الجهود ورغم ما تقدمه الوزارات المعنية للمصدرين، لكن حتى الآن لم نصل حتى إلى نصف هذا المبلغ. ما هي المعوقات في تقديرك التي تحول بين أن مصر تصدر بهذه النسبة رغم بلد زي تركيا بتصدر بأكثر من 350 مليار دولار؟ كلام حضرتك كلام سليم. إحنا عندنا أزمة كبيرة جدا في فكرة التوطين والمكون التشغيلي للاقتصاد. يعني إحنا زي ما قلنا أن إحنا مصر حصيلتها من التصدير الأساسي لو بصينا عليها هي حصيلات سلعية، يعني بنصدر برتقان، بنصدر مواد خام، لكن فكرة الصناعات الهندسية وما لا يخلافه نسبتها قليلة جدا، يعني فليس لدينا عمق كبير للصناعة. ويمكن ده أحد أسبابه الأساسية أن فكرة استراتيجية الصناعة دي تم التعاقب عليها أكثر من فترة. يعني كان 2010 كانت آخر أول استراتيجية كانت استراتيجية الصناعة قطرة التنمية اللي كان عملها الوزير رشيد ساعتها. ثم رحل رشيد وأتى من بعده، ثم أتى من بعده، ومحدش ماشي على الخطة بمحدداتها. هناك ربما فكرة إن كل من سيأتي يجب أن يضع لمساته على استراتيجية جديدة. فأن توجد رؤية زي اللي حضرتك تحدثت عنها، لدينا رؤية أن يكون عندنا 100 مليار من الصادرات، وهي رؤية جيدة جدا كمان، بس إزاي تمشي على الأرض؟ تمشي على الأرض باستراتيجيات واضحة، بتحديد بالفعل مين هنقدر ندعمهم. يعني عندنا كمان آليات كويسة، لكن أنا استفيد بيها. يعني عندنا مثلا زي ما تركيا عندنا دعم للصادرات. هل دعم الصادرات ده كان حافز للنمو الصناعي والتصدير ولا لا؟ نبتدي نبص عليه، نبتدي نقول يا جماعه احنا عايزين نستهدف بشكل اكبر من يضع قيمه مضافه حقيقيه. ما ينفعش مصر تتعامل كاقتصاد ريعي. يعني حتى لو جينا تحدثنا عن
الاستثمار الحالي رغم ان هو طبعا مقدر تماما زي الموضوع بتاع صفقه راس الحكمه، هي تعتبر من الاستثمار الريعي ايضا، لان هي زي ما كان الدكتور حازم بلاوي بيسميها الرنتير ستيت او الدوله الريعيه، اللي هي مثلا انا باجر ارض، ببيع ارض، ببيع مواد خام. لكن فكره تعميق الصناعه عايزه رؤيه واحده ونشتغل عليها. طيب الى اي مدى بترى يا دكتور خطوه انضمام مصر للبريكس ومدى تاثيرها على العمله المصريه وزياده فعاليتها؟ طيب القصة دي أنا هقول فيها رد قاطع وواضح وصريح، أنا لا أعتقد أنها هيبقى لها أي تأثير، لأن الفكرة لها علاقة بفكرة الميزان التجاري وكيفية وجود الميزان التجاري بيننا وبين الدول. مصر عندها عجز مزمن في الميزان التجاري قد لا يسمح لها الاستفادة، لأن هي بالسالب مع كل الدول اللي بتعامل معها. ولو شفنا التطبيق بتاع البريكس وما حدث بين روسيا والهند، عندهم مشكلة بفكرة هذه العملة اقتصاديا، الجزئيه بتاعت ان الدولار سيختفي من الوجود وان الدولار ده مش هيبقى حاجه موجوده، اعتقد ان ده لسه امر قد يكون في المستقبل البعيد. لكن الفكره او الشيء الايجابي من وجود موضوع زي البريكس هو فكره كيفيه ان يتم شراكات تجاريه مع هذه الدول، انها يكون في علاقات تفضيليه للمنتجات المتبادله، لكن لن يكون له تاثيرا على سعر الصرف في مخيلتي. مصر الحاجة الوحيدة اللي كانت مريحة فيها الدنيا في سعر الصرف في كل الأيام إن إحنا كان عندنا عجز في الميزان التجاري، ده مش هيخلص إلا إذا وصلنا للنقطة الحاجة اللي كانت فيها إن إحنا بقينا بنصدر ب 100 مليار، مصر بصدر 100 مليار ده إحنا في موضوع تاني خالص، إحنا حتة تانية. لكن الفكرة الأساسية إن إحنا نقدر نستطيع إن إحنا نجذب العديد من الاستثمارات. لأن إيه اللي بيشكل مشكلة الدولار في الأساس؟ دولار خارج ودولار داخل. الدولار اللي داخلي سواء داخلي من داخل قناة السويس أو داخلي من السياحة أو داخلي من الاستثمار المباشر أو داخلي من التصدير، في الناحية الثانية في الصادرات داخلي كمان، أسف الواردات داخلي برضو من الناحية الثانية، كل النفقات العامة. إذا اختلت الناحية الشمال بتاعة الواردات الدولارية عشان تظبط ميزان المدفوعات هتضطر أنك أنت تستدين. اللي كان بيظبطها كتير ان يكون هناك استثمار اجنبي مباشر مستمر فبيعادل الـ 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 الاحتياج للدولار. فايه اللي انت بتصدر كتير؟ ايه اللي انت ناس بتضخ فيك فلوس كتير كاستثمار؟ هو ده الحل الوحيد عشان يحصل عمليه استقرار. دكتور، بينما كان يراهن البعض على انهيار اوضاع الاقتصاد المصري وعجز مصر عن سداد مستحقاتها من فوائد الديون وغيره، جاءت الصفقات الاستثمارية التي بدأت برأس الحكمة. البعض يحاول أن يشيطن هذه الصفقات ويقول أن هذا بيع للأراضي المصرية. تقديرك؟ طيب أنا في وجهة نظري اللي أقدر أبص عليه مما تم الإعلان عنه إن أنا ما ينفعش إن أنا أبص على صفقة استثمارية وهو أمر مقدر ومورد دولاري معتبر وابتدي ادخل في امور ان انا اسيس ما هو استثماري. يعني هو الموضوع واضح وصريح، يعني هو في الاخر عندنا هنا هيئه المجتمعات العمرانيه بالقانون بيخول لها ان هي تستطيع ان تقوم باجراءات التطوير مع اي شريك اجنبي. عملت اللي هو القانون بيخوله ليها. ظروف الصفقه ايه وايه المكتوب؟ الحقيقه المعلن عنها أقل بكتير من ما هو غير معلن. لكن الفكرة في حد ذاتها لو بصيت عليها من وجهة نظر اقتصادية، لا، أنا ببص لها كفرصة. بالعكس ببص لها فرصة. طبعا يعني زي ما أنا بختلف مع من يحاول الشيطنة، بختلف برضو مع من يحاول يعني إيه تصويرها إن هي ستكون يعني إيه حلول كل شيء. هي فرصة. ويعني لا ينفع إن أنا أجحد أقول ما حصلتش، لا، ما حصلت ونص. يعني لما تبقى 28% من ايرادي الدولاري جاي من الصفقه دي وتمثل 10% من الناتج المحلي، لا، دي حصلت نص وثلاث ارباع. لكن في نفس الوقت ازاي اقدر استخدمها لضبط وتيره الاقتصاد؟ ده امر مهم. ومثل هذه الصفقات ما يعيبها هو اللي انا اتكلمت عليه من فتره ان هو بيحولنا للدوله الريعيه. مصر لا تصلح ان تكون دوله ريعيه، يعني هو نوع من الاستثمار مقبول. لكن مصر محتاجه اقتصاد تشغيلي يقدر يشدها
لشيء اكتر من كده. يعني حضرتك قلت النموذج بتاع تركيا، تركيا بتعاني من نفس المشاكل اللي احنا بنعانيها كمثال كده، دولار وكل وعندهم عندهم نفس القصه. لكن هو اللي قادر يشيلهم الى حد كبير هو انه عنده قاعده صناعيه مرعبه. فلا يلجا ليه ان هو يخش في مشاكل. لكن فكره الاختلال والخاص بالعمله وما الى حلول كلنا هذا الرجل. لكن في الاخر هو عنده قاعده صناعيه قادر تشيلنا. مصر ان تستطيع ان تتحول الى هذا الامر وان تبتعد عن كونها دولة ريعية. لكن هو في الآخر أنت بتحاول تحل مشكلة. حلت مشكلة بقى عندك فرصة لالتقاط الأنفاس. ندفع الأمر إلى الأمام وألا نكرر أخطاء الماضي. لو طلبت منك روشتة في عناوين يا دكتور لأزمة الاقتصاد المصري وسبل الخروج منها. تمام، نرجع نعدي عليها نختصرها للمدى القصير والمدى الطويل. نرجع للشاشة تاني إذا يا ريت ننزل تاني نبص على المدى القصير والمدى الطويل. فلو أنا بتكلم على المدى القصير أنا في أمور لازم أحلها. لأن أنا على المدى القصير عايز مرونة في سعر الصرف. عايز تفريغ المتأخرات الدولارية وهي معلومة 14 متأخرات 7 بتوع شركات البترول والخمسة 6 أرباح. دول مش محتاجين يحصلوا دلوقتي. يعني على الأقل بس أن يكون هناك حراك لهذا الأمر عشان تنفك الأزمة الخاصة بالعملة. ثم سحب سيولة النقد المصري. فكرة سحب سيولة النقد المصري إذا تم تنفيذ ما صرح به السيد رئيس الوزراء ان احنا هننسى ال 24 دول، يبقوا هيسحبوا الاثنين ونص او يقفلوا المفتوح مع المركزي وتبقى دي في دي. وده يبقى احسن شيء حصل. ان الفلوس دي كان لم تكن، يعني لو اعتبرت الكلمه كان لم تكن معناها ان قفلت الفلوس المفتوحه عند الحكومه، يبقى كده ايه هتهدي الدنيا شويه. دي حلول المدى القصير. فدي امور سهله. بس الفكره هنا احنا لا نستهدف عشان بس احنا ما ننساش المشكله ايه. المشكله احنا مشكلتنا مش دولار. ومشكلتنا مش ديون. احنا مشكلتنا في البنيان الاقتصادي. فحلول الحلول المدى الطويل بقى لا، يجب ان تهدأ وتيره الانفاق العام. الفلوس اللي بتتصرف كتيره دي محتاجه تهدى. وعشان اعرف انا بصرف كتير ولا قليل محتاج وحده الموازنه عشان تبقى تحت سمعي وبصري. ما ينفعش تقول لي ان انا وفرت 15% من الخطه الاستثماريه بتاعه الموازنه تمثل 20% من الاقتصاد. انت كده ما وفرتش حاجه خالص. دول وجبه عشاء، دول ما ينفعوش. ثم بعد كده التخارج الفعلي للدوله من الاقتصاد. احنا كتبنا كلام ننفذه. ما نمشيش خطوه لقدام بعد كده نرجع اربع خطوات ورا. ثم فلسفه عامه بقى، عشان احنا شيلنا الناس معانا بقالنا سنتين. الناس كلها اللي له اللي ملهوش، يقول لك الدولار بكام النهارده؟ الذهب بكام النهارده؟ لان الدوله علشان عندها التزام دولاري معتبر خلت الناس كلها قاعده بتجري ورا الدولار. لكن دور الدوله وبالذات البنك المركزي أن تستهدف التضخم وليس سعر الصرف. نعم نعم، ده الأساس. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الخبير الاقتصادي عضو مجلس النواب السابق الدكتور محمد فؤاد. شكرا لك يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم، ونلتقي غدا في 8 مساء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.